السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج نكتشفوا بلادنا، البرنامج اللي من خلاله كنكتشفوا المغرب وكنتسراو فيه، وفي حال كل حلقه كنستقبلوا سته ديال النجوم اللي من خلالهم كذلك كنتعرفوا على المغرب الحبيب ديالنا. مرحبا بكم في هذه الحلقه، سعداء جدا باننا نستقبلوا كذلك ابتسام اللي غادي نستافدوا معها من بزاف ديال المعلومات. مرحبا بك ابتسام. مساء النور هشام، مساء النور للجمهور الحاضر معنا والنجوم اللي مشرفينا بحضورهم ايضا هذه الليله. شكرا لكم مشاهدينا على وفائكم لبرنامج نكتشفوا بلادنا. هذه الليله مازال غادي نتسراو كيف ما قال هشام، غادي نكتشفوا مناطق جميله، معالم تاريخيه، وايضا غنى التنوع الثقافي ديال بلادنا الحبيبه، دائما بحضور نجوم اللي غادي يحاولوا يجاوبوا على اسئله هشام. داكشي اللي غادي نشوفوا، غادي نستقبلوهم دابا، فرحانين بزاف هذه الليله باستقبال رجاء لطيفين. مرحبا بك رجاء. لاله يخطيك. شكرا. كلشي بخير؟ الحمد لله. لاله يخطيك. واش هاد الجليليبه؟ والله النجمات اللي منورين هذه الليله. لاله يخطيك. شكرا. بالاناقه والاصاله المغربيه. لا وثبات من طبيعتها. انا عاد جايه، انا عاد جايه لمريم. تبدلتي عليا. مازال ما عرفتكش مزيان في الوقت. ما ندخلش في الاجواء. ياك. مرحبا بك مريم. الله يحفظك لاله يخطيك. شكرا. حاضره معنا كذلك هذه الليله مونيا مكمل. مرحبا بك مونيا. مونيا تتلألأ كالثريا. يا سلام. لازم قال لي ديال الجلابه. تبارك الله عليك مونيا، مرحبا بك. فرحانه انني نكون معكم اليوم. حنا فرحانين بزاف. كي دايره الدكاله؟ لاباس عليها. الدكاله لاباس عليها. الله. بقى عروسه مدام سميت، بلاتي تشد بلاصتها وتشوف الجي تابعه. تبارك الله عليك مونيا. الله يحفظك. مرحبا بك مونيا، ومعنا ايضا هيثم مفتاح. السلام عليكم، مساء النور هشام ابتسام، حضور الكريم، جمهور الكريم، مشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. هيثم الكريم. وغادي ندوزو وغندوزو النشره الجويه فمراكش كاين. غادي نكمل اخويا هيثم. هيثم شنو المنطقة كتعجبك ولا بغيتي تمثل هذه الليلة؟ أنا كتعجبني كازا بحكم ولد كازا، ولكن فين كنبغي ندوز العطلة هو كل فترة في العمر ديالي كانت كتعجبني منطقة. حاليا كتعجبني تطوان، هذه واحد 20 عام الأخرى كتعجبني تطوان. ياك بيان سور كاين سبب. كاين سبب. شوف مزيان. غير هو ماشي السبب اللي في راسي. لا دابا غنبقاو نسبوا، عطينا السبب. الله يبكر هادشي يكون شي سبب. البحر. تحية لناس تطوان. تحية. يلا مشاهدينا إلى عاد التحقتوا بنا، حنا مازال ما بديناش الأسئلة. مرحبا بكم، حنا في نكتشفوا بلادنا، حتى أنتم ممكن أنكم تشاركوا معنا وتكتشفوا معنا المغرب الحبيب ديالنا. يلا واجدين، إذا كنتوا واجدين نتوكلوا على الله. غادي نشرح لكم فقط واحد ديتاي بسيط، ما تجاوبوش حتى نعطيكم توب ديبا. غادي نطرح عليكم سؤال وحاولوا تجاوبوا في الوقت المحدد، يعني ردوا البال راه دغيا كيدوز. يلا غادي نمشيو لأول سؤال. أول سؤال اللي غادي يدينا لموقع الدويسة في منطقة إيش بإقليم فيجيك، اللي كيتميز بواحد النقوش صخرية تكتشفت منذ بداية القرن الماضي. هاد النقوش اللي حسب الدراسات هي اللي كتحدد الحضارة اللي كانت في هذيك المنطقة في ذاك الوقت. السؤال كيقول بكم يقدر العمر ديال نقوش منطقة الدويسة؟ واش 500 سنة قبل الميلاد؟ الاختيار الثاني 1000 سنة قبل الميلاد؟ الاختيار الثالث 1300 سنة قبل الميلاد؟ ولا 4000 سنة قبل الميلاد؟ 3 2 1 ينطلق العداد، ممكن أنكم تبدأوا. ممكن تستعنوا بصديق، هو قدامكم. غنقول لكم بزاف. يلا قول. بزاف. شحال فيها؟ بزاف. هي حضارة قديمة تما. هي هاد الصور اللي كنشاهدوا دابا، هادو هما النقوش. الماكسيموم ديال بزاف. بزاف. انتهى الوقت، كنتمنى انكم تكونوا جاوبتوا في الوقت. عندي 5 ديال الأجوبة، مازال ما وصلنا. فوالا. إذا عندي 3 الأجوبة صحيحة و3 الأجوبة خاطئة، باش بغيتوا نبداو؟ بالخاطئة. بالخاطئة. يلا. إوا كنهنئك مونيا المكمل، عندك الجواب خطأ. الحمد لله. مريم خدميني كذلك. الجواب خطأ. الله يجازيكم بخير. تبارك الله عليك. هيثم مفتاح. الله يبشرك بخير. تبارك الله عليك، الجواب خطأ. نقل مني. رضا، غسان، ورجاء، برافو عليكم، الجواب صحيح. والجواب صحيح مشاهدينا هو 4000 سنة قبل الميلاد. عملته بالنصيحة، قلت لكم بزاف. تقنى فيك، تقنى فيك. برافو عليك. على 1300 ما بزاف. لا لا لا، هي اللي تم اكتشافها في القرن الماضي، ولكن هي قدرت تحدد الحضاره اللي كانت في ذاك الوقت. داكشي علاش قلت لكم بزاف 4000 سنه. القرن الماضي اللي خلانا، ولكن القرن الماضي راه يلاه 100 عام، ما يمكنش يقدر. ما يمكنش يكون اقرب من هذا.
حوالي 15 كيلومتر من قصر إيش. من طبيعه الحال حنا كنتواجدوا في النواحي ديال فيغي، كاين موقع الدويسه دوار الشافع اللي كيضم نقوش صخريه كتشوفوها في الصور، كتجسد رموز وحيوانات كترجع لاربع قرون قبل الميلاد. وعلى بعد 20 كيلومتر من قصر إيش في طريق بوعرفه كيتواجد موقع اخر كيتعرف باسم الدشيره. هادو جوج المواقع اللي معروفه في الطريق اللي كتربط فيغي وإيش. كاين بزاف ما يتشاف، كاينه طبيعه صحراويه غايه في الروعه، كاين واحات بالمحاذاه مع سد صفيصف، كاين واحد التنوع طبيعي جميل بزاف. يعني من طبيعه الحال كنتكلموا على واحد الطبيعه صحراويه فين كيعيشوا ايضا مازال الرحال بطريقه يعني ونمط العيش القديم اللي ما كاين فيه تقليدي، فجميل الواحد يكتشف حويجات بحال هادي. باقيين كيرسموا؟ دابا باقيين كيرسموا ولا الا مشيتي دير شي رصيد؟ لا الرحال ماشي هما اللي رسم، يعني الرحال كنهضروا على رحال ديال شحال هذا؟ هذه 4000 سنه قبل الميلاد، يعني هذه 6000 عام. فكنتكلموا على رحال، انا كنقول لكم لحد الساعه مازالين رحال عايشين محافظين على النمط ديال العيش القديم في المنطقه. شكرا لك ابتسام على هذه المعلومات كامله. لحد الان هذا هو السؤال الاول، يلا غادي نمشيو للسؤال الثاني. هذه المره غادي نمشيو لكازا، مدينه الدار البيضاء اللي هي العاصمه الاقتصاديه والقلب النابض للتطور الاقتصادي والعمراني في المغرب. هي ايضا مدينه عريقه وعندها معالم وتاريخ كبير. كازا كلنا كنعرفوها، ولكن واش كلنا كنعرفوا السنه ديال التاسيس ديالها؟ السؤال كيقول في عهد اي سلطان تم تاسيس مدينه الدار البيضاء؟ واش في عهد السلطان محمد بن عبد الله الاختيار الاول، في عهد السلطان الحسن الاول، ولا مولاي اسماعيل، ولا في عهد السلطان علي زين العابدين؟ 3 2 1 ينطلق العداد. يلا غير بشويه ديال التركيز. هيثم ما عندكش الحق في الغلط. لا عندي الحق. لا عندك الحق. عاونينا. حاولوا تجاوبوا دغيا. ماشي بحالي. لا قبل منك. نقال. انتهى العداد. صعيب صعيب صعيب، حاولت نعطي دي زانديس ولكن صعيب. على الرغم من انه مدينه معروفه، مدينه كبيره، مدينه كنا كنعرفوها واكيد كنعرفوا الدروبه ديالها والتفاصيل ديالها، ولكن هذا ديتاي مهم اننا نعرفوه خلال هذه الحلقه هذه. دونك عندي 4 ديال الاجوبه خاطئه وجوج ديال الاجوبه صحيحه. هذه المره غادي نبداو باللي عندهم الجواب صحيح. انا وياك هيثم. تصفيقات كبيره على رجاء لطيفين. حشمتي يا حشمه يا عائشه. سلام على رسول الله. لا العنصر الثاني ولا النجم الثاني اللي عنده الجواب صحيح هو رضا علوي. برافو رضا. ممتاز ممتاز. والجواب الصحيح هو السلطان محمد بن عبد الله. كنت كنظن انه الجواب يقدر يكون عندكم، داكشي علاش ما عاونتش بزاف، ولكن فرصة أننا نذكروا بعض الأساسيات. مدينة الدار البيضاء العتيقة يعني المدينة القديمة عرفت تطورات كبيرة عبر التاريخ وبقات محافظة على الاسم ديالها القديم اللي هو أنفا، حتى العهد سيدي محمد بن عبد الله اللي أعاد بناء المدينة من بعد ما دمرها زلزال لشبونة وصبح اسمها الدار البيضاء. داخل أسوار المدينة القديمة من طبيعة الحال كاين معالم كثيرة ممكن أن الواحد يزورها. باب المريصة، مدرسة عمر بن عبد العزيز اللي كانت القنصلية أو أول قنصلية ديال ألمانيا في المغرب، المعهد اليهودي تدغي فين كاين متحف كيأرخ الهوية اليهودية المغربية، كنيسة بوينافنتورا الإسبانية اللي تبنات في القرن 19 وبقت ملجأ لكل مسيحي حتى سنة 1968، ومنذ 2010 أصبحت دار للثقافة. وكاين معالم كثيرة كتشهد يعني من مختلف الديانات واللي كتشهد من طبيعه الحال على التعايش اللي كان ومازال حاضر في الدار البيضاء ما بين الحضارات فعلا. ودابا الان كيف ما قالت ابتسام في المدينه القديمه هاد المعالم كلها حضا بعضياتها، يعني كاين جامع ولد الحمراء، كاين المعبد اليهودي، وكاين الكنيسه، يعني حضا بعضياتهم. يلا غادي نمشيو للسؤال الموالي. صافا كلشي مزيان حتى دابا؟ لا كلشي مزيان. يلا حوالي 100 كيلومتر من مدينه طنطان كتواجد اخ في النير. عرفتوا اخ في النير؟ الا كنتو مشيتوا للعيون ولا للداخله غتكونوا اكيد دستوا على اخ في النير. موقع سياحي ساحلي معروف بالاجراف الصخريه لي فاليز العاليه ديالو واللي كيجيو ليها عشاق الصيد من كل بلاصه، بفضل الوفره ديال واحد النوع ديال السمك ديال الحوت كاين تما معروف في المنطقه به. السؤال كيقول اشنا هو نوع السمك اللي كتشتهر به اخ في النير؟ واش دري أولاح، القرب، ولا السردين؟
3 2 1 ينطلق العداد. واش الاختيار الاول سمك الدرعي؟ هو غالبا ما يكونش بحال هكا. حوت كبير ماشي حوت صغير. واش اولاح؟ واش القرب؟ الدرعي كبير ولا صغير؟ ولا السردين؟ يلا يلا. الدرعي كبار ولا صغار؟ صديقي بلاش عليك بلاش عليك بلاش عليك. اولاح. بلاش عليك. هي اللي كيعرف الحوت راه بانت الصورة. القرب القرب. انتهى العداد. صافي. يلا نشوفوا الأجوبة. آه مريم. قفرتها. من جديد عندي الاجوبه كاملين، 4 ديال الاجوبه خاطئه، ديما جوج اللي كيجاوبوا صحيح. ما فهمتش هذه الحلقه هذه. فاهمين فاهمين صغير باش نبدا. يلا غادي نبداو باللي عندهم الجواب صحيح. تصفيقات كبيره على مريم خدميري. برافو عليك مريم. وكذلك غسان. برافو. الجواب صحيح من جوج. او ماي جاد. واو. والجواب صحيح مريم وغسان هما القرب. الكوربين. الكوربين بعضيات. انا غير نعرف بروكسيميتي. كنعرف القرب كنعرف السردين. هاد جوج كنعرفهم ياك. بما انه ما غيكونش السردين غيكون وكان دايره اولا حتى الاخر يزبد القرب. داكشي علاش قلت لكم ماشي حوت صغير يعني السردين. انا نجاوب لاني نعرفه مهدد شويه بالنقيراض فهمتي. القرب. اه بيان سور. الكوربين هو بيان سور حيت اللي نقارض قبل منه هو سمك الشابل اللي كتعرفوه. الشابل كيكون في الواد. اه ولكن في البحر. اه نقارض وتا هو مهدد من النقيراض. الشابل نقارض هذه معلومه. نقارض اول مره كنت انا ما متاكداش منها ولكن سمكيه والحمد لله. انت قريده العالم. والله لا صح غير من المغرب وقيله غير من لا 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 والله الا ما كاينش الشابل. لا لا والله الا ما كاينش في السوق. اخر وحده هي اللي كنصيد راه نصيد صغير بحق الله. لا معلومات قديمه شويه رضا بالله. والله لا صح انا ما متاكداش دونك ما قدرتش نعرف ولكن المنطقه ديال اخ في النير اللي واجد كيف ما قال هشام جنوب طنطان على بعد 100 كيلومتر تقريبا معروفه بالقرب اللومبرين الكربينه الفضيه. هو نوع ديال السمك زوين بزاف من طبيعه الحال. ما نعاود لكمش كيفاش كيجي في الشوايه وحتى في الطاجين تماما. من طبيعه الحال في المنطقه ممكن انكم تستعنوا بمرشدين الا بغيتوا تصيدوا، فهذه يعني حاجه اللي ممكن الواحد يمارسها تما اما في لي فاليز لان كاين بزاف ديال لي فاليز ولا سيرف كاستينغ يعني وسط البحر كتلوحوا بصبع طويله. في اخ في النير ما كاينش غير الصيد يعني الواحد اللي ما كيعرفش يصيد ولا ما باغيش يصيد. كاين مناطق طبيعيه كثيره ممكن ان الواحد يكتشفها في المنطقه بحال سبخت ترغى فين ممكن تعرفوا على طرق استخراج الملح طرق تقليديه. كاين بحيره النعيله فين يمكن لكم ديروا جوله اما بالفلوكه اما على رجليكم باش تراقبوا طيور المهاجره بحال لي فلامانغوز الفلامينغو. وممكن ايضا تكتشفوا في وسط اخ في النير حفره اللي كيطلق عليها اسم عجب الله ولا لو ترو دو ديابل. كاين ايضا لي دون روج قراب حتى هما ممكن انكم ديروا فيهم اون غوندوني مع مرشدين سياحيين. وبالقرب من اخ في النير كاين المنتزه الوطني خنيفيس فين المناظر تما غايه في الروعه يعني المنطقه زوينه بزاف فين الواحد يقدر يدوز عطله او اذا كان غير دايز منها يدوز واحد النهير من طبيعه الحال ويكتشفها. شكرا لك ابتسام على هذه المعلومات. غادي نمشيو للسؤال الرابع في هذه الحلقه هذه. عاده المواسم كيكونوا فرصه للاحتفال والالتقاء ديال القبائل في مناسبات بحال الاعياد ولا نهايه المواسم الفلاحيه مثلا، ولكن كاين واحد الموسم كيتقام الخطوبه والزواج ما بين القبائل في الأطلس المتوسط. السؤال كيقول أين يقام موسم الخطوبة؟ سؤال سهل جدا جدا جدا. الاختيار الأول واش تنغير، الاختيار الثاني ورزازات، الاختيار الثالث إيملشيل، ولا الاختيار الرابع تازنخت. 3 2 1 ينطلق العداد. وكنتمنى هذه المرة تعطوني كاملين الجواب صحيح. بطبيعة الحال هو موسم اللي معروف معروف ماشي غير على الصعيد الوطني معروف عالميا والزوار والسياح كيتوافدوا عليه من كل منطقه. كنظن انه الجمهور راه عاونكم اكثر من القياس. انا كنسمع في الجواب. الجمهور راه عاونكم اكثر من القياس. ما جاوبتش هيثم. انتهى العداد. اي 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 هيثم ما جاوبش. رد معايا البال بس تعرف. علاش علاش هيثم عفوا. هيثم ما جاوبش ولكن هذه المره عندي 4 ديال الاجوبه صحيحه وجوج ديال الاجوبه خاطئه. انا عندي جواب في راسي قلت راه جاوبت. هيثم ما جاوبش. واحد الزيرو دايره. شنو هو الجواب هيثم؟ ايملشي. برافو عليك. رجاء لطيفين ما توفقتيش في الجواب. صح
جاوب عليك خطا. علاش؟ قلتي معروف عالميا. ايوا ورزازات هي اللي كيمشي. لا ماشي المدينه بصح الموسم معروف عالميا. وقلت لكم راه الجمهور عاونكم. راه عرفتي شحال مجاوب كنسمع هنا؟ لا سمعنا واحد بزاف المرات. كل جواب صحيح عند كل من غسان، منيا، مريم، ورضا. برافو عليكم. الجواب الصحيح مشاهدينا هو ايميل شيل، هو الجواب الصحيح. تماما. موسم الخطوبه. صافي صافي مره نسمع. موسم الخطوبه كيف ما قلنا كاين في ايميل شيل من طبيعه الحال، هو موسم معروف ماشي غير على الصعيد الوطني، معروف عالميا. كاين يعني في النواحي ديال ايميل شيل تقريبا واحد 25 كيلومتر على المدينه، كيتنظم كل سنه موسم ديال الخطوبه والزواج، فين كيتم عقد قران العشرات من الازواج. العرسان كيلبسوا جلالب بيضاء، النساء كيتزينوا من طبيعه الحال باجمل الحلي الامازيغيه الفضيه، وكيتغطاو بالحندير، هذاك اللباس اللي شفتوا في الصور. الموسم كيستقبل اكثر من 10,000 زائر، وكيولد يعني واحد النشاط تجاري كبير واحتفالات اللي كتدوم لمده 3 ايام في المنطقه. وبالتزامن معاه كاين مهرجان موسيقى الاعالي بايميل شيل اللي كيتقاموا فيه سهرات موسيقيه. هيثم الموسم الجاي ان شاء الله نبغيوك تكون حاضر في موسم الخطوبه في ايميل شيل. وريدة كذلك. وريدة رضا تاهو. رضا ما خلاوش تاهو. مشينا يلا غادي نمشيو للسؤال الموالي، سؤال رقم 5 اللي غادي ندويو فيه على الذهب الاحمر. عرفتوه؟ الزعفران. الزعفران من اغلى التوابل في العالم، كيتنتج في منطقه التاليوين بجهه سوس ماسه، وعنده وقت محدد للجني، يعني ما يمكنش تجنيه من غير واحد الوقت محدد. السؤال كيقول في اي وقت يتم جني الزعفران؟ واش الاختيار الاول في طلوع الشمس، الاختيار الثاني في الظهيره، الاختيار الثالث بعد الزوال، ولا قبل من المغرب؟ 3 2 1 ينطلق العداد. يلا انا غنقول لكم فياق بكري بالذهب مشري. ما تسمعوش الجمهور، نصيحة هاد المرة ما تسمعوش ليهم. الفياق بكري بالذهب مشري. أمونيا انتهى العداد. بين بين عندي جوج ديال الأجوبة خاطئة، ومريم 4 ديال الاجوبه. قلت الفياق بكري بالذهب مشري، كتفيقي معطله شويه. مريم هذه الظاهره وصلت. الظاهره عندي هو الفياق بكري. هاك اش لقيتي قبل تسمعوا الجمهور؟ لا الجمهور كيقول حاجه اخرى. ركزوا معايا، لا حيت الجمهور كان كيقول حاجه اخرى. دابا غنسمع الجمهور. مريم قدميري ورجاء ما توفقتوش في الجواب للاسف. ما عندكمش الجواب الصحيح. الجواب الصحيح عند كل من غسان، منيا، رضا، وهيثم. والجواب الصحيح مشاهدينا هو طلوع الشمس، حيث هو باينه، هو اللي بريسيو، فهمتي؟ خصك تتعامل معاه بلطف، يعني ملي تكون يلاه شفت فيق ليها بكري من الاخر. لا بصح كنسمع لها فخاص بريسيو، خصك تتعامل معاه بلطف. خصك تتعامل معاه بلطف، خصك تفيق الصباح بكري، تكون يلاه الشمس طالعه، باقا ما جاش تكرفيس، باقا فهمتي؟ عندك الحق غسان. ما قلتي هذا الشيء؟ امتى اسات كازا؟ ما قلتيش هذا الشيء؟ قال لك الحب الزعفران غالي اصاحبي. وشوف كل واحد والتخصص ديالو. نقدروا نقولوا انا الخالي ذهبي وتبيع الزعفران والله. ياك كيربح فيه حسن ولا لا؟ الذهب حسن ياك. هو معروف كيف ما قلتي هشام باسم الذهب الاحمر. علاش؟ لانه خاص بزاف ديال هذوك لي بيستي ولا دوك العريشات ديالو باش كيقدروا نعطيو واحد الكميه كافيه اللي تقدر تصلح تباع. وكيف ما قلتي غسان بريسيو، وخاص الواحد يتعامل معاه بلطف. داكشي علاش النساء هما اللي كيمشيو يقطفوه في الصباح بكري. الصباح بكري لانه كيكون باقي الدنيا منديه، الورده كتكون مفتوحه مزيان، كيقدروا يقطفوه ولا يجنيو الزعفران قبل ما يتعرض للاشعه ديال الشمس وينشف ولا يبس. الجني ديال الزعفران تجربه مميزه بزاف من طبيعه الحال، الا غير حضرتوا ليها فهي غادي تستمتعوا بالجماليه ديال الحقول والعيالات اللي كيجمعوه وداك الشيء. غالبا كتكون في الفتره ما بين نهايه اكتوبر وحتى المنتصف نوفمبر ولا الاواخر ديالو، يعني هذه الفتره هي اللي كيكون فيها الجني. ممكن ايضا في المنطقه تزوروا اما مضايق تسليت المتميزه بصخورها البركانيه، اولا اولوز، فهذا الشيء كامل من طبيعه الحال في النواحي ديال مدينه تارودات. اولوز اللي فيها واحد اللوحه جميله ومعروفه باللوز من فعلا طبيعه الحال. فعلا وتحيه كبيره لفاطمه تحيحيت والناس ديال تاليوين كاملين. يلا غادي نمشيو نشوفوا الترتيب، غنشوفوا شكون اللي متصدر الترتيب وشكون اللي في المراتب الاخيره.
يلا غادي نلقاو في المرتبة الأولى كل من غسان وريدة العلوي. برافو عليكم بربعة ديال النقاط. في المرتبة الثانية كل من مونيا مكيمل مريم قدميري رجاء لطيفين وهيثم مفتاح بجوج ديال النقاط. تبارك الله عليكم. اجي اخر مره سافرتوا فين مثلا؟ مريم مشيتي لقطر لاكوب دي موند؟ لا سافرت موراها. سافرت موراها اكادير نواحي اكادير تغازوت. منطقه جميله فعلا. شفتك في ستوريات. شفت انا كنت في تغازوت. حتى انت كنتي في تغازوت؟ هيثم اخر مره؟ تطوان. تطوان لا تطوان. شوف هشام تطوان وعجبك. مونيا اخر مره سافرتي جديده؟ يلا شي دو جوغ دابا سبيكتاكل. انا كنسافر غير للمسرح هو اللي كيخليني نمشي. كاين مسرح عفيفي في جديده. ياس كان الافتتاح الرسمي ديالو. اييه العرض ديالنا كان هو اللي تعرض في الافتتاح الرسمي. شنو سميت العرض ديالكم؟ بورتري. مازال في جوله؟ طبعا. شنو هما المواعيد؟ متشخيص مونيا مكيمال، المنياري، زهيه الزايري، محمد الاثير، واخراج عمر الجدلي. المحطه الجايه ان شاء الله غتكون مراكش. يا سلام. باقي جايه وجايه ترودات. جايه ترودات، حنا جايين عندكم. مرحبا بك. غسان فين مشيتي اخر مره؟ سلسلة جديدة. الولجة. وصلنا لتيزنيت، كانت عندنا واحد لا تورني في واحد البروجي، مشينا لوجدة، مشينا لتيزنيت، مشينا لمراكش، مشينا تيزنيت كانت معمرني، مشيت لها ومشيت للكركارات حتى هي. يا سلام. يا سلام. تيزنيت اكيد مشيتي تشوف السوق ديال النقرة بطبيعة الحال. لا ما كفاش الوقت، ولكن هذوك الناس اكتشفتهم ناس وحدين اخرين ماشي بحالنا حنا، فهمتي؟ كان عندهم هذاك الفيستيفال ديال الخلعه، عرفتيه؟ شنو يقولوا لي ديال الخلعه؟ كيفاش الفيستيفال ديال الخلعه؟ تلبسوا دوك اللعيبات ويخرجوا العيد الكبير ديال العيد الكبير. لا هذاك في اكادير. لا داروا لا هما في تيزني ديما تيكون بزاف ياك. بولبطين والله حتى كنهضر بصح. نورمالمون السبع بولبطين من مورا العيد الكبير. العيد الكبير كيكون في اكادير ولا واحد اكادير؟ كان الصيف كان بزاف كيكون في اكادير فعلا. هو بحال ولا عندهم ثقافه. خلعات غير غسان بوحدك. خلعات بوحدك. رجاء انا ما سافرتش نهائيا حيت كان عندي تصوير بوسكوره وكنت كنصور عليها سالينا جا رمضان. ايوا ان شاء الله من مورا رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. فين تبغي تسافري؟ انا يبغى نمشي لتشوف ليحت. تشوف ليحت. تشوف ليحت كيعاودوا عليها النواحي ديال مراكش. كيعاودوا عليها كتكون زوينه بزاف في الربيع والمناظر كيكونوا فيها زوينين. بغيت نكتشف هذيك البلاصه ديال تشوف ليحت. ايوا فاش تمشي بارطاجي معنا. نكري وغنعيط لكم كاملين. مرحبا بكم. شكرا شكرا لك. يلا تبارك الله عليكم. غادي نمشيو للسؤال الموالي وغادي نهضروا فيه على دار السلطان في مدينه اسفي مع لمدى الطابع عسكري. تشيدات في العهد ديال الموحدين والمسفيويين كيسميوها بواحد السميه اخرى. السؤال كيقول شنو هو الاسم الثاني ديال دار السلطان؟ واش الاختيار الاول بيرو عرب، الاختيار الثاني دار القيد عيسى، الاختيار الثالث نزلت الشيخ، اولى القشله؟ ثلاثه جوج واحد ينطلق العداد وردوا البال. كاين واحد الفخ في السؤال. وي سي فري كاين الفخ. كاين واحد البياج. الاسم الثاني ديال دار السلطان بيرو عرب، دار القيد عيسى، نزلت الشيخ ولا القشله؟ انتهى العداد. انا وياك سؤال صعيب شويه هشام. صعيب. سؤال صعيب غير على الناس اللي ماشي مسفيويين. مسفيويين واللي ماشي زعما ما مشاوش لاسفي بزاف. فوالا كلكم عندكم الجواب خطا. برافو عليكم. الحمد لله. والجواب صحيح بيرو عرب. والجواب صحيح هو برافو عليك رضا. بيرو عرب هو الجواب صحيح تماما. تنويت داك الشيء علاش بياج وانا نقول القشله هذا. ومشيتي مع لا ما مشيتيش مع لو بياج، مشيتي مع القشله. والقشله كان هو البياج لانه قلنا شويه لانه فوالا قلنا عندها حصن عسكري ياك. دونك قلت غتمشيو مع القشله. وانا قلت غيمشيو الناس مع دار القيد عيسى. اوكين ايدي بوتيتر.
وداكشي اللي درتي وقع. دار السلطان تبنات ما بين القرن 12 و 13 وعرفات عدة تعديلات مع تعاقب الدول اللي حكمت المغرب منذ ذلك العهد. في عهد الحماية استعملت كمكتب عفوا للإقامة الفرنسية وتعرف بيرو عرب. هاد بيرو عرب راه منتشرة ماشي غير في مدينة أسفي، كاين بزاف ديال المكاتب نقدروا نقولوا اللي في الوقيتة ديال الحماية كانوا كيسميوهم المغاربة بيرو عرب. يعني وسط دار السلطان كيتواجد المتحف الوطني للخزف منذ 1990، هي مفتوحة للعموم من طبيعة الحال، ومنها من طبيعة الحال من غير اكتشاف المتحف غادي يمكن لكم تكتشفوا المدينة أيضا. كاين واحد المنظر بانورامي رائع على مدينة أسفي. أسفي معروفة من طبيعة الحال بالشواطئ ديالها، كاينة اللي وسط المدينة وكاينة اللي خارج المدينة بحال راس الفعا ولا فاطمة، واللي معروفين أيضا عند يعني الناس اللي كيبغيو يديروا رياضات ركوب الأمواج السيرف. ومن طبيعة الحال تكلمنا قبيله على السردين وذكرنا مدينة أسفي لأنها مشهورة به. الله وعطية الله. الحمد لله وعطية الله من أسفي. تحية لهم من طبيعة الحال. يلا نشوف السؤال الموالي. صافا دابا كلشي مزيان؟ مزيان. أش غنقول لك؟ شوية شوية. يلا غادي نمشيو هذه المرة وغادي ندويو على ساحة دار المخزن في العريش اللي كتعتبر معلمة تاريخية وجزء من قصر ديال المولاي إسماعيل واللي تبنى قبل من 300 سنة. من بعد الاحتلال الإسباني الثاني سنة 1911 تعرفت باسم إسباني معروف حتى اليوم باقي كيقولوا لها هذا الاسم. هذا السؤال كيقول شنو هو هذا الاسم؟ واش الاختيار الأول ريكا بلازا، الاختيار الثاني لا كوماندانسيا، الاختيار الثالث البالاسيو، ولا الكازار؟ 3 2 1 ينطلق العداد. ابتسام عطاتكم الجواب. واي شويه اللي كان حاضي معايا ويلي قلت لكم ما تركزوش بزاف معايا هشام ما غيعاونكمش. اوكي الساحه هي من اشهر الساحات في العريش من طبيعه الحال واللي كتضم عده معالم غادي نكتشفوها من بعد ما نتعرفوا على الجواب الصحيح مع هشام. انتهى العداد. درنا النيه نيه. برافو. الاجوبه كاملين امامي وكيف ما قلت ابتسام عطاتكم الجواب والجواب عندكم كاملين صحيح. برافو عليكم. والجواب الصحيح هو لا كوماندانسيا. سي كلارو كلارو سي. ساحة دار المخزن كيف ما قلت او لا كوماندانسيا هي من اشهر الساحات اللي كاينه في المدينه. كتضم اهم المعالم من القرن 15 بحال برج اليهودي، حصن النصر عفوا، وجامع الانوار. منها ممكن تشوفوا يعني واحد البانوراما فريد كيجمع ما بين ميناء ديال العريش في نهر اللوكوس وهضبه الموقع التاريخي ليكسوس. شكون اللي فايت فيكم زار المنطقه المدينه؟ هشام مريم فايت زرتي مشيتي للموقع الاثري ليكسوس ياك؟ رضا ذكرى زوينه تما بيان سور ياك. المنطقه غايه في الروعه من طبيعه الحال. المدينه فيها ايضا ساحه اخرى هي ساحه التحرير اللي كتعتبر جزء من المدينه الحديثه وكتميز بالبناء ديالها اللي الطابع ديالو اسباني. مره اخرى الحوت حاضر بقوه لانه المدينه ساحليه من طبيعه الحال. فإلا وقفتوا في العريش أو لا كنتم دوزين العطلة تما ضروري ما تدوقوا الحوت. عندهم واحد المقولة تيقولوها بزاف كيقولوا كي باسا كيقولوا الحوت في البلاصة حيت البلاصة هي البلاصة اللي فيها الحوت بزاف. كي باسا الحوت في البلاصة. الله عليك السيرين. والعريش كذلك هي مدينة ديال الرياضة لأنه كيتقام فيها تخياتلون دولي اللي كيشاركوا فيه من العالم كامل. مسابقة اللي كتكون في كل سنة وكيجيو الناس بزاف كيشاركوا فيها. باركور ما ساهلش لأنه فيه واحد العقبة كتكون فيها شي شويه. لا انا ما عمري مشيت، كنت غنمشي هذا العام ما كتبش. كي باسا وغادي نمشيو لثقافته السمكيه. راك جاي ثقافته السمكيه هذا السيد. الله يحفظك. لا كيعجبك الحوت رضا؟ بيان سور. بحري بحري. انت ولد سلا؟ دونك كندير القصبه كندير القصبه. كتصيد؟ بيان سور. داك الشيء علاش بقى فيا قبيله الحال على ذاك القرب مع البعد. عيون كيصايش القرب هو القرب ما عندوش غتمشي ليه غير حاجه بعيده. ما كنهضرش مع الدراري اللي ما عارفينش كازا امتى تسات. يلاه دق عليه عندك ما تضيف سي دق عليه. انت جاوبتي عليها صحيحه. هذاك في الحافظ الزعفران. يلا غادي نمشيو للسؤال الموالي. يلا نمشيو للسؤال الموالي ومن العريش هذه المره غادي نمشيو للطرفايه اللي كانت محطه ديال البريد الجوي الرابط بين اوروبا والسنغال. كانت معروفه بواحد الاسم واحد اخر. ايوه طرفايه كانت معروفه بواحد السميه واحد اخرى. السؤال كيقول شنو هو هذا الاسم اللي كان عند طرفايه سابقا؟ واش كاب جوبي، الاختيار الثاني جزيره لانزارت، الاختيار الثالث
كاسا ديل مار ولا أزركيين. ثلاثة جوج واحد ينطلق العداد. كاب جوبي، جزيرة لانزارت ولا كاسا ديل مار ولا أزركيين. صعيب شوية هذا، ما كاينش أنديس، ما كاينش أنديس في التاريخ هذا السؤال. صعيب بصح نيت. انتهى العداد، غادي نشوفوا الأجوبة ديال النجوم ديالنا. ما جاوبتيش أنت؟ أي أي أي، كيبان ليا كلشي غلط. وي تماما. بعدا باش تعجبوني خرج العينين، فاش تتجاوبوا خطأ تتجاوبوا خطأ. كلكم تعرفوا سوليدير، ما كاينش تضامن، تبارك الله عليكم. كلكم عندكم الجواب خطأ. الحمد لله. والجواب الصحيح هو كاب جوبي. هذا هو الجواب الصحيح، هو الاسم السابق ديال الطرفايا. كاب جوبي هي شوف المعلومه ماشي عند كل شيء من طبيعه الحال. وحتى انا وهشام راه اكتشفنا هذه المعلومه. كاب جوبي ولا طرفايا كانت محطه اساسيه للتزود بالوقود في البريد الجوي ما بين اوروبا والسنغال من 1918 و1933. هذه المنطقه ارتبط الاسم ديالها بالكاتب الفرنسي انطوان دو سانت اكزوبيري، كنظن انكم كلكم سمعتوا عليه، اللي خدم طيار في هذا الخط واحد الفتره من حياته المهنيه. في طرفايا كيتواجد ايضا متحف باسم هذا الطيار اليوم، واللي كيعرف بذاكره طرفايا ديال البريد الجوي. فاذا كان الواحد دايز من تما جميل انه يتوقف ويكتشف هذا التاريخ الجميل. في طرفايا ممكن تزوروا معالم بحال قصبه أزركيين اللي كتعتبر اقدم بنايه نشات في طرفايا. كاين ايضا مناره كاب جوبي، وكاين اللي هي كتعتبر اقرب نقطه لجزر الكناري. وكاين ايضا لاكاسا ديل مار، واللي هذه بنوها البريطانيين في 1882 الاغراض التجاريه بحريه. تتشبه شويه لجزيره الكنز لاكاسا ديل مار شويه، بصح حتى هي جات وسط البحر، في وسط البحر في طرفايا. يلا نمشيو للسؤال الموالي. جميل جدا، تفضل. تبارك الله عليك سي غسان، الشعور ديالك انت الان في هذه المرحله من البرنامج؟ ما شفتي على حتى سؤال. الحمد لله. لا لا راه غادي لا راه انت شفنا في الكلاسمون راه هو الاول، هو ورضا غادي نشوفوا الفرصه الاول. دابا يمكن انا الثانيه. ولكن ما عرفتش كيفاش دار لها. ولكن هذا السؤال اللي جاي كنظن كلكم غادي تقدروا تجاوبوا صحيح عليه. فيكم الجوع؟ متاكده. سؤال فيه الماكله. فيكم الجوع؟ يلا غادي ندويو على واحد الاكله. كلنا سمعنا السميه ديالها بركوكش. وي كلنا سمعنا السميه ديالها، ولكن الا قلت لكم شنو هو بركوكش، يلا شكون اللي يعطيني المقادير الوصفه كيفاش داير؟ شكون اللي عارف؟ هو بحال كسكسو ولكن غليظ، بحال كسكسو ولكن غليظ، فيه املو، فيه املو. تفضل تفضل غسان. املو فيه بحال املو. غسان بلاتي ناخذ غسان. بحال كسكسو وغليظ. بحال كسكسو وغليظ. املو فيه، لا فيه شي حاجه حلوه تيديروا الامازيغ اكثر ياك. غليظ الحبه ديال الكسكسو ديالو، غليظ من الحبه ديالها. فيه تقليه، فيه تقليه. والفوق بلاتي انت. لا فوق الفوق كاينه شي حاجه. لا لا كان انا كليته. لا انت مشيتي مع يعني راجل شاري هذاك، راه كوشاري والعسل ومع هذا الشيء. لا رجاء تفضلي. شوف بركوكش كيكونوا الحبات ديالو غلاظ ياك، وكيديروا كاين اللي كيدير فيه الزبده البلديه، وكيتسقى بالحليب ديال البقره. هذه طريقه واقيلا. كاين اللي كيديرها بالطريقه، كاين على حسب المناطق. مونيا والو لا ولا اللبن. هيثم بلاتي تسمع به. هيثم كتسمع به. ما عمرك ما ذقتيه مريم؟ احنا في ستات جداتي كديروا بركوكش. كديروا بحال الكسكسو يعني بالطريقه اللي عاودوا لنا عليها الاخوان. ولا لا احنا كنديروه بحال اللي قالت رجاء، يا اما بالحليب يا اما بالحليب. بالحليب وكدار فوق منه زبده بلديه كتبقى تذوب واعر. انا حيت الميمه كانت كديروا بالحليب ديال البقره. رضا فين دقتي هذه الطريقه؟ ما وصلنا للدرس ياك. مازال واخا هذه فرصه باش نتعرفوا عليه مزيان. يلا من المعروف في العادات المغربيه ارتباط بعض الاطباق بالاعياد والمناسبات. كاينين شي كاينين دي بلا ولا اكلات اللي كنديروهم في مناسبات واعياد. والناس ديال فيكيك معروفين بطبق سميتو بركوكش، كيتقنوه وكيحضروه في واحد المناسبه. السؤال كيقول في اين مناسبه كيحضروا الناس ديال فيكيك بركوكش؟ واش في عاشوره؟ واش في المولد النبوي؟ واش في يناير؟ ولا في العيد الكبير؟ ثلاثة جوج واحد ينطلق العداد. سمعنا الجواب. سمعنا الجواب فعلا. يلا يلا سمعنا ريحة الجواب في التفسير ديال غسان. لا هي سمعنا التفسير ديال غسان، سمعنا ريحة الجواب والجمهور أكد الجواب.
ميلود باين الميلود. الله يا ودي بغيتي نتوما كلشي. باين من طريقة من خلال الصور كتبان لكم الاكله كيفاش كتحضر في انتهى العداد. يانا واو وبرافو عليكم الاجوبه. قلت لكم راه فاش تجاوبوا تجاوبوا الاجوبه كلها صحيحه والجواب الصحيح هو ناير. ناير او راس السنه الامازيغيه من طبيعه الحال هي مناسبه اللي كيحيوها المغاربه الفتره اللي معروفه بالبرد. ناير في الاول ديال العام من طبيعه الحال في الليالي وخصوصا في المنطقه الشرقيه والمناطق الشرقيه تيكون البرد قاصح شي شويه، فبركوكش كيبقى طبق مناسب بزاف لهذه المنزله لانه كيقاوم البرد. فهما في المنطقه كيف ما شفتوا في الصور كيوجدوه باللحم وبالخضره والقطاني ايضا. من طبيعه الحال البركوكش هو القمح تيكون كونكاسي كيف ما تنقولوا مهرس وكيتفتل وكيتفور حتى كيولي على شكل حبيبات شويه غلظ من كسكسو وكيجي لذيذ بزاف من طبيعته. خصكم تذوقوه في السطات حتى راه ما يمكنش. ياك والله واحد واحد الاكله راه ما يمكنش ما يمكنش خصوصا الا كنتي من يدين العيالات الكبار جداتك ولا هذا. تحيه لجداتي الله يخليها لك ويخلي لنا تحيه للسطات الامهات كاملين. يلا غادي نمشيو للسؤال الموالي. في مدينه ازمور شمال الجديده كتواجد معلمه تاريخيه في حي القصبه تشيدات ايام الاحتلال البرتغالي سميتها القبطانيه معروفه عند الزموريين بواحد السميه واحده اخرى. السؤال كيقول اشنو كيسميو الزموريين هذه القبطانيه؟ واش كيسميوها دار القبطان الاختيار الاول، كيسميوها دار الحاكم، دار البارود ولا دار البرتقيز؟ ثلاثه جوج واحد ينطلق العداد. فيها بياج ولا ما فيهاش؟ لا فيها بياج ولا لا؟ وهي الصراحه ما فيهاش بياج غير الا كنتي عارفه غتجاوب شويه. هادشي اللي كاين فيها بياج لانه جديده الحي البرتغالي ازمور من طبيعه الحال حتى هي فيها معالم ولكن كانوا كيخزنوا فيها شي حاجه. يلا باش نعاونك. انتهى العداد. الله قلتي هذا سر العداد ياك دار البارود. ولكن اسمحوا لي عندي واحد المشكل. تفضلي. انا في واحد السؤال واحد اخر. اذا وقع لك مشكل. جاوبتي في هذه الحاله داز الكونت. ناخذوا الجواب شفويا. وادي الذهب. وادي الذهب. لا الاجوبه المقترحه دار القبطان، دار الحاكم، دار البارود ولا دار البرتقيز؟ قولي لنا شفويا باش نحسبوا الجواب. في نظرك. الاخرى. شنو هي الاخرى؟ هي دار البرتقيز. جواب خطأ مريم، هنيئا لك تبارك الله عليك. هيثم حاولنا هيثم رجاء لطيفين منيا مكمل خطأ الجواب عندكم خطأ. غسان أريد العلوي الجواب صحيح والجواب صحيح مشاهدينا هو دار البارود. تماما بالسلام. الجمهور كان كيقول لكم دار البرتقيز، كان كيقول لكم دار البرتقيز لانه بطبيعه الحال ازمور تعرفات كانوا فيها البرتغاليين. هذه المعلمه اللي هي القبطانيه شيدوها البرتغاليين ولكن كانوا فيها بزاف ديال المرافق مخصصه لتخزين المؤن والسلاح، داكشي علاش تسمات دار البارود. تصنفات كتراث وطني في 1927 وكتعتبر من ابرز المزارات التاريخيه في مدينه ازمور الى جانب مزارات كثيره روحيه نقدروا نقولوا بحال الجامع الكبير بحال مجموعه من الزوايا والاضرحه. كاين حي الملاح فين كيتواجد ضريح ابراهام مولنيس ومن طبيعه الحال من باب الملاح ممكن انكم تمشاو في الكورنيش الجديد ديال مدينه ازمور. يعني المنظر فيه زوين، ممكن الواحد يجلس ياخذ قهوه وممكن ايضا يدير خريجه بالفلوكه على نهر ام ربيع. شكرا لك ابتسام على هذه المعلومات كامله. جا الان الوقت اللي غادي نمشيو نشوفوا فيه الترتيب. في المرحله الاولى كانت سيطره ديال غسان ورضا، غادي نشوفوا واش باقيين محافظين على نفس الشيء. وفعلا المرتبه الاولى كيتقسمها كل من رضا وغسان بسبعه نقاط، مونيا مريم رجاء وهيثم في المرتبه الثانيه باربعه ديال النقاط. برافو عليكم. مازال ما ساليناش، مازال بزاف ديال الاسئله فين ممكن انكم تداركوا الممكن. ولحد الان منافسه قويه ما بين غسان ورضا في المرتبه الاولى في سبعه ديال النقاط. تعليقك السي رضا على هذه النتيجه والتوقيت؟ ما يخلعوناش مولين الزعفران حنا يخلعونا. غسان صافا انا كيسحب لي تراجعتي ساعه تبارك الله. لا لا جينا في طوموبيل وحده. راجعتو بجوج في الطريق. طوموبيلتي مش عارفو شكون تينقل من الاخر فهمتي. اوكي داك باش الا شتوني ما بقيتش كنجاوب عرفوا راه خصني باش باش يديك باش يمسح. يلا غادي نمشيو للسؤال الموالي. هذه المره غادي نمشيو
الواحد من الشواطئ المعروفه في اقليم العيون اللي هو شاطئ فم الواد، اللي التسميه ديالو ارتبطت بمصب نهر في المحيط الاطلسي. السؤال كيقول شنو سميت هذا النهر اللي تسمى عليه فم الواد؟ واش الاختيار الاول واد ملويه، الاختيار الثاني واد الساقيه الحمراء، الاختيار الثالث واد نون، الاختيار الرابع واد الذهب. 3-2-1 ينطلق العداد. العيون عيني يا الجمهور حافظين. انا بغيت نبدل الجواب. مريم جاوبات قبيله، غادي ناخذ من عندك الجواب شفويا. يلا مش عارفه عارفه هذيك الاغنيه اللي قلتي راه فيها جوج ديال الاجابات. غير كمل اكمل داكشي اللي بديتو. صافي صافي انتهى العداد. يلا غادي ناخذ الجواب ديال مريم اولا. الساقيه الحمراء. واد الساقيه الحمراء مالو؟ لا واش مترددة؟ لا لا الساقيه الحمراء. واد الساقيه الحمراء اخر ثمن. اخر ثمن كاينش. صافي برافو عليك الجواب صحيح. والجواب صحيح عندكم كاملين واللي هو واد الساقيه الحمراء. برافو عليكم. انا ما غنعطي المعلومات تنغنيو كاملين. يلا سير يلا شكون يبدا؟ عينيا والساقية الحمراء ليا، الواد وادي يا سيدي والواد وادي، الواد وادي يا سيدي والواد وادي. نمشي عينيا والساقية الحمراء ليا، الواد وادي يا سيدي والواد وادي. الله يعطيكم الصحة. شاطئ فم الواد واللي هو واد الساقية الحمراء كيبعد بحوالي 20 كيلومتر من مدينة العيون، من أجمل الشواطئ في الجنوب، واللي توج عدة مرات لأزيد من 10 سنوات بعلامة اللواء الأزرق. كيمتد على طول 11 كيلومتر، مجهز أهم المرافق العمومية وصالح للصيد ولركوب الأمواج أيضا. في النواحي أيضا ديال العيون في طريق سمارة كتواجد واحد اللواحة صغيرة معروفة باسم واحة المسيد، فين ممكن أنكم ديروا أن بيكنيك ولا تقضيوا يعني واحد العشية زويونة تما. يلا غادي نمشيو للسؤال الموالي. صناعة النسيج التقليدية من القديم كانت من تخصص النساء، لأنهم كانوا كيتميزوا في نسج ديال الصوف اللي كيصنعوا منه العديد من الألبسة. وفي منطقة فيكيك كينسجوا السلهام اللي عنده تسمية خاصة في هذيك المنطقة. السلهام فيكيك كيسميه واحد التسمية خاصة. السؤال كيقول أشنو سميتو في المنطقة الشرقية؟ ما اسم السلهام في المنطقة الشرقية؟ واش كيسميوه الحيك؟ واش كيسميوه الحندير؟ واش كيسميوه الحنبل ولا البرنوس؟ 3-2-1 ينطلق العداد. كنظن ان الجمهور عنده الجواب. برافو عليكم، ما مراجعين مزيان انتم. بطبيعه الحال كنتكلموا على السلهام. انا اللي متاكد منه بانه ماشي الحنبل. يلا لانه الحنبل زربيه بطبيعة الحال، والحيك الحيك ديال العيال. انتهى العداد. برنوسي. انتهى العداد. أول مرة عندي واحد اللي ما عندوش الجواب صحيح. ما موالفاش ليه؟ بعدا قلت واحد ماشي وحدة. رضا 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 رضا. باش عرفتوها رضا؟ باين عليه الجواب خطأ. رضا ما توفقش في الجواب. الحندير. كي غيدير هو مشى للحندير؟ تيقولوا لها البرنوس وهادو تيقولوا الحندير، اتفقوا على حاجة. الجواب خطأ عند رضا، والجواب صحيح عند كل من غسان، هيثم، منيا، رجاء ومريم. والجواب صحيح هو البرنوس. البرنوس هو الجواب الصحيح. تماما، لانه الحيك من طبيعه الحال لباس نسائي ماشي رجالي. البرنوس هكذا كيطلقوا على السلهام في منطقه ديال فيكيك، هو لباس تقليدي معروف عند المغاربه كاملين، خاص بالرجال من طبيعه الحال، وكيتعتبر يعني رمز للاصاله، للهيبه، للوقار، يعني كيفاش كتكون مناسبه خاصه عند الرجال تيقدروا يلبسوه. نساء فيكيك كيصنعوه من طبيعه الحال من الصوف ديال الغنم، نتوما عارفين المنطقه معروفه بلاغاس ديال بنيكيل، بالوان الابيض، الكحل والرمادي، بالاضافه للاثواب اللي كتستعمل من طبيعه الحال في الخياطه ديال الجلالب، الاغطيه، الحيك اللي مازال النساء ديال المنطقه محافظين عليه. من طبيعه الحال منتوجات تقليديه كثيره معروفه بهم المنطقه، ما ترددوش الا كنتوا سواء في النواحي ديال فيكيك ولا في اي منطقه زرتوا في المغرب انكم تزوروا التعاونيات، الاسواق الاسبوعيه اللي موجوده من طبيعه الحال، باش ترجعوا على الاقل بواحد التذكار، ومن طبيعه الحال كتعاونوا مع نساء ورجال المنطقه.
شكرا لك ابتسام على هذه المعلومه. والبرنوس اكيد لباس زوين السي هيثم. اكيد بالفعل. كيفاش داير هو كيعجبك السلهام؟ هو غير في المنطقه ديال فيكي كيطلقوا عليه الاسم ديال البرنوس. زوين هادشي اللي كاين باين غيكون زوين. وتحيه للبرنوسي كتاف وعراض ديال السلهام. يلا غادي نمشيو للسؤال الموالي من واحد تنغير. ومرورا بمسالك النهر كنوصلوا لمضايق تودغا اللي كتعتبر وحده من عجائب الطبيعه في بلادنا. في السنين الاخيره ولات قبله لهواة الانشطه الجبليه بحال فيا فيراتا ولا بالسبرونيه بيا فيراتا. السؤال كيقول في اي فتره من السنه يمكن ممارسه فيا فيراتا؟ واش من شتنبر لابريل، من ابريل ليونيو، من يونيو لغشت، ولا من غشت لاكتوبر؟ اين بيريود؟ 3 2 1 ينطلق العداد. هو نشاط جبلي من طبيعه الحال، الصور راه كتشوفوهم، كيجمع ما بين المشي والتسلق. ف يعني خاص واحد الوقيته اللي تكون مناسبه، ما يكونش الجو سخون بزاف وما يكونش الجو بارد بزاف. هذا جهدي عليكم. ابريل ما بين شو تنبيرو ابريل؟ واش من ابريل تال يونيو، ولا من يونيو لغشت، ولا من غشت لاكتوبر؟ انتهى العداد. غادي نشوفوا الاجوبه ديال النجوم ديالنا. رضا اخويا مازال اخويا وليتي وفي الجواب خطا. اش وقع؟ باغي اللي يوصلوا. عوينا. والجميل في الامر هو انه غسان هو عنده الجواب خطا. الحمد لله. رجاء لطيفين انت كتضمن معكم بجوج الجواب خطا. الحمد لله. هيثم برافو عليك الجواب صحيح. بارك الله عليك. مريم الجواب صحيح. ومنيا الجواب صحيح. والجواب الصحيح هو غنديرها من شو تنبر حتى لابريل. تمام. هذه هي لا بيريود المناسبه والملائمه. تعلمنا من الاخطاء ديالنا. لا تبارك الله عليكم. راه شوف راه مع ما بقاش الفرق بزاف. كنظن انه ريمونتادا. لا فيا فيراتا من الانشطه اللي صبحت كتمارس في مضايق تودغا اللي كتجمع كيف ما قلت قبيله ما بين المشي والتسلق. كيتم تجهيز المرتفعات ممرات على شكل دروج وسلالم حديديه اللي كتمكن المتسلقين باش انهم يتمشاو بالمحادات مع المرتفع بشكل امن، من طبيعه الحال برفقه مؤطرين محترفين اللي كيسهروا على التجهيز ديال المسالك وعلى الامن من طبيعه الحال ديال الزوار اللي بغاو يعيشوا هذه التجربه. نذكروا فقط بانه لا كونديسيون فيزيك مهمه، يعني ما يمكنش شي واحد اللي ما كيمارسش الرياضه يجي ويقول غادي نطلع، فخص على الاقل تكون اللي شويه اللياقه البدنيه محتاجه، يعني ضروريه بحال هذه الانشطه. ولكن الناس كاملين نقدروا نقولوا، فمضايق تودغا منطقة رائعة جدا، ضروري الواحد يعني إلا ما زارهاش خصو يكتشفها. كاين مطاعم على جنب الواد من طبيعة الحال، وكاين دي كامبينغ دي زوبيرج، فممكن أيضا أن الواحد يدوز واحد الفترة يعني ليلة ولا جوج ولا حتى أكثر إلا عجبته المنطقة، ويقدر يدير دي بوتيت روندوني. يعني كاين المسالك اللي صعيبة محتاجة اللياقة بدنية، وكاين المسالك اللي سهلة ممكن الواحد يتمشى ويكتشف فيها المنطقة. والمنطقة جميلة تقدروا ديروا فيها حوايج أخرين، مثلا بزاف ديال الحوايج بحال لا غوندوني غير في زعما. وانا هاد القضيه بغيت نثيرها معكم. دابا نتوما فاش كتسافروا واش كتمشاو؟ واش تديروا شي نشاط رياضي؟ واش واش نشاط كاين رياضي؟ لا لا، لانه فعلا بلادنا زوينه وبلادنا فيها بزاف ديال الحوايج اللي ممكن اننا نستمتعوا فيها من خلال واحد النشاط الرياضي. الا ما درتيش، الا ما خرجتيش مثلا وتمشيتي، تقدر تحرم من بزاف ديال الحوايج ما غتشوفهمش. منيا راه على حسب. انا كنشوف ستورياتك. اييه. الانشطه الرياضيه اللي انت كدير كتحسسنا حنا بالفشل الكلوي. اشنو داير بالبيكالا والجري والبوخس وشنو كتهز؟ كنعيا ملي كنبقى وانا كنتفرج مغطيه بالمنطق ونقول ناري. كنعيا والله الا فهمتيني. هو ماشي بالضروره بهذيك الانتونسيتي ولا بهذاك الشيء. مي ربما ما شاء الله. لا ماشي بدوك الغدا. لا ولكن غير الواحد كنركز. علاش ذكرت المشي؟ لانه حاجه اللي ممكن اي واحد يعني اي واحد بطبيعه الحال اللي كيقدر يتمشى ممكن يديرها. مفيده ايضا للصحه ديالنا كيف ما كان العمر، كنا صغار ولا كبار. وبهذه الطريقه ممكن اننا نكتشفوا مناظر زوينه، مناطق جميله. انا بغيت نسول هشام واحد السؤال. ملي كنشوفه في ليستوري كنلقاه كيجري وضاحك. انا مشيت مره باش نتريني سخفت في 5 دقائق الاولى، هو كتلقيه راه هو كله عرق وكيضحك. لا حيت دابا خصنا نتفاهموا على واحد القضيه. بارك الله. الرياضه كتولي بحال واحد الحاجه اللي ديالك، واحد الوقيته اللي ديالك اللي انت
ما تديرهاش ماشي ثقيله ما تحسش بها بليه. عقوبه لا بالولف صافي كتولي بليه زوينه بزاف كتولي حلاوه كتولي ان مومون ديال الفرحه وديال كتفوج المهم ما شاء الله لي فور اللي انت كتبدل كيعادلنا حنا كاملين فشكرا ليك كتريني في بلاصتك تحيه كبيره ليك تحيه للناس اللي كيديروا الرياضه كاملين لا بقى في الحال حسن نهضر في هذا الموضوع حيت انا كندير الجره وكندير لي غوندوني بالاخص ملي كيهربوا لي الدراري كيهربوا كاولي اكثر منك يا هشام اخويا كاولي الله يجزيك كيمشي بالضحكه بلا ضحكه شيار اللي جات قدامي تبارك الله عليك مريم وتبارك الله عليكم لا هذه كانت فقط انتريسون والله الرياضه تتخلي حتى الافكار السلبيه الواحد الا كان جالس وبقى كيفكر بزاف فاش كدير سبور كتعلى لينيرجي ديال الكور ديالك كترونفورسا وكيبدا يدور واحد وهي فرصه ان الواحد يخلي التليفون وينسى مواقع التواصل ويتواصل مع الطبيعه اللي دايره به هذه حاجه زوينه بزاف مفيده نبدلو الشكل ديال السياحه اللي كنمشيو ربما حنا عندنا واحد السياحه تقليديه في المغرب ما عندناش ديك القضيه ديال كنمشيو باش نديرو شي اكتيفيتي ولا نفيقوا في الصباح مثلا ونخرجوا نشوفوا شي بلاصه ونضربوا شي كيلومترات وهذا بالعكس كنبغيو نمشيو نعسوا ناكلوا وصافي والسياحه ماشي هذه يعني خصنا سورتو ان بلادنا متنوعه فيها بزاف ديال الحوايج نقدروا نديروا دي غوندوني نقدروا نتساراو بزاف ديال الحوايج ومؤخرا كنت درت واحد البرنامج اللي هو نتحركوا واكتشفوا مشاهدينا تقدروا ترجعوا الحلقات ديالو وتشاهدوها غادي تشوفوا المغرب بالرياضه يلا بون ترانزيسيون ميرسي بوكو ندوزو السؤال الموالي غادي نمشيو هذه المره للوالديه واحد الفيلاج ساحلي ما بين جديده واسفي معروف الوالديه ما كاينش اللي ما تعرفش الوالديه واللي معروف بواجهه شاطئيه على الاطلسي وواجهه على بحيره الوالديه السؤال كيقول بماذا تشتهر بحيره الوالديه سؤال سهل جدا واش بتربيه الطحالب صيد السردين تربيه الصدفيات ولا تزلج المائي ثلاثة جوج واحد ينطلق العداد شنو كيمشيو الناس ياكلوا في الوالدية هذا هو السؤال اللي بغى يطرح عليكم هشام طحالب ولكن حوروا بطريقة أخرى يلا ولكن فكروا بطريقة أخرى لا سؤال سهل جدا شنو كيمشيو الناس ياكلوا في الوالدية طحالب جاوبوا يلا جاوبوا شوا انتهى العداد لا فتو حسام شوف طرات لي طرات لي حسام بقى مشغول مع ابتسام حتى فاتو الوقت قول اخويا هشام قول شفويا قول شفويا تفضل المائي الصدفيات الصدفيات برافو جواب كامل عندكم كامل الجواب صحيح الجواب صحيح هو الصدفيات تماما تربيه المحار خلات الوالديات تكتسب شهره كبيره بفضل الجوده والوفره ديالو على طول العام اللي ممكن انكم تجربوه ولا تذوقوه سواء في المطاعم او حدا لا لاغون وحتى عند الباعه في لاكورنيش اللي زار الوالديه راه غادي يكون كيعرف هذه المساله من طبيعه الحال هو في المتناول ممكن الواحد ياخذه الوالديه كتعتبر وجهه سياحيه طبيعيه جميله لا لاغون غايه في الروعه ممكن انكم تستمتعوا على طول البحيره وممكن انكم تقطعوا الجهه الاخرى بالفلوكة فين كاين يعني تجهيزات كثيرة فين الواحد يقدر يقضي نهار زوين مع وليداته مثلا كاين لي بيدالو كاين حويجات كثيرة خصوصا في الفترة ديال الصيف فعلا منطقة الوالدية منطقة جميلة وشوفها زوينة كترتاح في الوالدية كتعجبكم الوالدية؟ بزاف صح فيت شكون اللي ما عمرو مشى للوالدية؟ رجاء لا لا انا ماشي انا فراسك انا مدمنه على لي زويتر ديال الوالدين كيعجبوك لي زويتر ما يمكنش هذا رمضان عرفتي دوزتهم كاملين وخا كنصبح عطشانه ولكن ماشي مشكل هي الوالديه اللي زوين فيها هي انها كتبدل ما بين الصيف وما بين وسط العام يعني الصيف من طبيعه الحال كيتوافدوا عليها الناس كثير وكتولي يعني مركز للاصطياف اكثر في وسط العام كتكون فيها واحد الهدوء زوين بزاف للناس اللي كيبغيو يتاملوا كيف ما قلتي غسان قبيله شكرا لك ابتسام شكرا لك كم كاملين اللي زوين مشاهدينا في برنامج نكتشفوا بلادنا هو اننا كنسافروا من بلاصه لبلاصه بلا طياره بلا طوبيس بلا طوموبيل من الوالديه من الوالديه غادي نمشيو للمنطقه ديال بوعرفه فين غادي ندويو على منجم عين بيضاء هذا المنجم كان سبب رئيسي لتاسيس مدينه بوعرفه والاطلال ديالو حاليا محط اهتمام العديد من الزوار يعني بزاف ديال الزوار اللي تيمشيو يزوروا هذا المنجم ويشوفوا الاطلال ديالو السؤال كيقول شنو هي الماده اللي كانت كتستخرج من جنب بوعرفه واش كنا كنخرجوا منه الفحم الفخر المنغنيز الفضه ولا الحديد
3 2 1 ينطلق العداد. منجم بوعرفه كاين فين؟ منجم عين بيضاء كاين في بوعرفه. كاين بوعرفه. شنو كنا كنستخرجوا منه؟ شنو كنا كنخرجوا منه؟ شرق المغرب من طبيعه الحال مدينة بوعرفه. واش الفحم ولا الفضه؟ يكون الفحم. لا الفحم، المنغنيز، الفضه، لا هذه ولا هذيك. يلا لا هذه ولا هذيك. اعطينا الجواب. انتهى العداد، انتهى العداد. غادي نتسنى الاجوبه يوصلوني ديال النجوم كاملين. الاجوبه كاملين امامي. غسان خدا وقته وثبتني بواحد القضيه، قال لي سميت المنجم فين جا وعرفه. صافي قلت هذا غيجاوب صحيح. الله اكبر. قال لي واش الفحم ولا الفضه، وقلت هادي ولا هاديك، بقاو له جوج اختيارات. بوحدو ابتسام، بوحدو اللي جاوب الحديد. بوحدو سبحان الله. فين بان لك الحديد؟ قلتي نقدروا نجبدوا الحديد. رجاء لطيفين، جاوبتي الفحم؟ بان لك الفحم في بوعرفه؟ حسيت كان عندي شويه الاحساس، ما عرفتش واش واصل ولا سخانة. لا ما واصلش. ما واصلش نهائيا. الجواب خطا رجاء. الجواب صحيح عند كل من منيا، رضا، مريم وهيثم. برافو عليكم. والجواب صحيح هو المنغنيز. رضا راه ما عرفش شنو هو المنغنيز. قول لي قولك شنو هو المنغنيز. والله تنقولك شنو هو. هو اللي كان الترخي. هو اللي كيترخي. بداية القرن الماضي وفضل اكتشاف منجم بوعرفة، المنطقة عرفت واحد الازدهار كبير اللي على إثره تم إنشاء خط السكه الحديديه الرابط ما بين وجده وبوعرفة، وفين كيسافر القطار السياحي. ما عرفش شي واحد فيكم خداه، المعروف بقطار الصحراء. قطار ميتيك. لا يعني ماشي غير ميتيك، يعني ولا سياحي بامتياز. والواحد لا بغى يزور احسن طريقه باش تزور المنطقه تزوروه بالسفر عبر هذا القطار اللي كيقطع الصحراء تماما. واللي يعني تصور فيه لقطات ديال مسلسل جيمس بوند سبكتر بالضبط. واللي حاليا بعض الوكالات كينظموا فيه رحلات سياحيه على طول الطريق ما بين وجده وبوعرفه. يمكن لكم توقفوا في محطات كثيره. كاين محطه ديال عين علي مطهر المعروفه برقم، واللي كتكتشفوا من خلالها حياه الرحال اللي مازالين عايشين على طريقه تقليديه. تكلمنا قبيل على سلاله بنيجيل الغنم، فتما المنطقه معروفه بهم. كاين ايضا منطقه تندراره فين غادي تلقاو تعاونيات كتعرض العديد من المنتوجات المحليه، فممكن أنتم تكتشفوها. شكرا لك ابتسام. وفي المرحلة الأولى والثانية كانت السيطرة ديال غسان وريضة على الترتيب حتى للمرتبة الأولى. غادي نشوفوا واش باقيين محافظين على الترتيب ولا لا. غادي نمشيو رضا علوي وغسان في المرتبة الأولى دائما ب10 ديال النقاط، وكاين تغيير في المرتبة الثانية. منيا مكمل، مريم قدميري وهيثم في المرتبة الثانية ب9 ديال النقاط. برافو عليكم. رجاء لطيفين كتراجع ب7 ديال النقاط في المرتبة الثالثة. ولكن مازال الوقت فين دارك الموقف رجاء، ومازال فين اعتقني هذا المنغاني تفوتوا. تفوتوا رضا العلوي وغساني الا بغيتوا. درتو كنفتك. ها انت مولف بالمنغنيزيون بزاف. يلا من بوعرفه هذه المره غادي نمشيو لمدينه مراكش اللي كتحتضن مجموعه من المتاحف بتخصصات مختلفه. واحد منها متحف سي سعيد واللي معروف بالمتحف الوطني للنسيج والزرابي، واللي في الاصل كان رياض واحد من رجال السلطان مولاي عبد العزيز. السؤال كيقول في اين سنه تم تاسيس متحف دار السي سعيد؟ واش 1932 الاختيار الاول، الاختيار الثاني 1956، 1995 الاختيار الثالث، ولا في 2002؟ 3 2 1 ينطلق العداد. عطونا مساعدة. قديما قديما يلا. قديما جدا. ولكن ماشي قديما. رضا وانت كتبغي تجاوب غير وحدك. 2002 قديما. حضيو منو حضيو منو. انتهى العداد. دابا انا قلت لكم قديما جدا. ومع ذلك. لطيفين عندها الجواب خطا. هي وغسان. بلاتي نشوف. رضا. رجاء فقط هي اللي عندها الجواب خطأ، والجواب الصحيح هو 1932. تماما، حيت قلنا قديما وأكد هشام قال جدا. جدا. متحف اللي كان في الأصل دار وزير الحرب لدى السلطان مولاي عبد العزيز سي سعيد،
اخ احمد بن موسى المعروف بأحمد كبير وزراء مولاي عبد العزيز. المتحف كيتميز بهندسه مغربيه اندلسيه محضه. الغرف ديالو كتعرض مجموعه من الزرابي الامازيغيه، مجوهرات واسلحه ومنسوجات من كل انحاء المغرب. في المدينه القديمه في مراكش من طبيعه الحال ممكن تزوروا ايضا متحف الروافد المعروف بمتحف دار الباشا، بالاضافه لمتحف التصوير الفوتوغرافي اللي كيعرض صور وبطاقات بريديه كترجع للقرن 19. هادو غير بعض الحويجات اللي ممكن الواحد يزور او بعض المتاحف اللي ممكن يزور في مراكش. كما قلت هشام كاين متاحف كثيره بتخصصات مختلفه فعلا، ومراكش فيها حويج وبلايص اخرين اللي ربما ما تنشوفوهمش وما تناخذوش الوقت اننا نشوفوهم. غير دويره مثلا في المدينه القديمه لداخل فيها شي حوايج زوينين بزاف، الرياضات وداك الشيء. مؤخرا كنت في مراكش وتساريت شويه في المدينه، عرفتي واحد الروح كاينه في المدينه والناس اللي شادين المحلات تما المراكشيين ديال بصح. كانت عندي واحد الجلسه مع واحد السيد اللي كنوجه ليه تحيه كبيره كبيره بزاف في مراكش، ما تنعرفو ما تيعرفنا. دخلنا عمر لينا براد ديال اتاي وجلسنا، عرفتي واحد الجلسه كانت. هذه هي الاجواء اللي كيجيو السياح من جميع انحاء العالم يقلبوا عليها في مدينه مراكش الحمراء. يلا غادي نمشيو للسؤال الموالي من مراكش. هذه المره غادي نمشيو لمدينه الريصاني، مهد الدوله العلويه ومقام ضريح مولاي علي الشريف الجد الاعلى للاسره العلويه، كانت معروفه تاريخيا بواحد السميه واحده اخرى. السؤال كيقول شنو هو اسم مدينه الريصاني سابقا؟ باقي كاع ما عطيت الاختيارات والجمهور عطى الجواب. لا ما تعطاش الله يخليك. الاختيار الاول واش اغمات، الاختيار الثاني سيجي الماسة، الاختيار الثالث تمسنا، الاختيار الرابع إليغ. 3 2 1 ينطلق العداد. يلا صافي الجواب تعطى. انا بعدا راه علاوي راه عارف. عارف بعدا. الاصول رضا من المنطقه ولا غير؟ لا من مولاي علي الشريف. من المنطقه مولاي علي الشريف. اكزاكتومون. انتهى العداد، الاجوبه كاملين امامي والاجوبه كلها صحيحه. برافو عليكم، الجواب الصحيح هو سجل ماسا. انا بغيتكم تحيوا الشخص اللي في الجمهور اللي عطى الجواب قبل ما يعطيه هشام، قبل ما يعطيه هشام الاقتراحات. شوف متمكن من المعلومات تبارك الله عليه. تاخذك غسان قول تمسنا. على بعد 95 كيلومتر تقريبا من الرشيديه كاينه مدينه الريصاني، مدينه صحراويه هادئه فين تقدروا تزوروا ضريح مولاي علي الشريف. ماشي تقدروا، ضروري خاصكم تزوروه من طبيعه الحال، اللي مبني بواحد الهندسه مغربيه محضه، بالاضافه لمجموعه من القصور بحال مولاي اسماعيل، قصر مولاي اسماعيل، قصر الفداء اللي مازال ساكنين فيهم الناس. من طبيعه الحال فاش كنتكلموا على القصور في هذه المنطقه وفي الجنوب راه ما كنتكلموش على قصر، فكنت كنتكلموا على واحد البنايه ولا واحد الشكل هندسي اللي كانوا كيتبناو به المدن في ديك الوقيته وساكنين فيهم الناس. القصور يعني هما بحال قلنا ليكيفالون ديال المدينه القديمه في الدار البيضاء. في الريصاني ممكن ايضا تزوروا اطلال سجل الماسة التاريخيه بحال اسوار القصبه، باب فاس اللي كانت بوابه تجاريه لكل القوافل اللي كتعبر الصحراء. من طبيعه الحال الا زرتوا الريصاني ذوقوا انواع التمر الكثيره اللي معروضه على طول العام، وتاكلوا من طبيعه الحال المدفونه الفلاليه المشهوره. شكون اللي فايت ضيقها؟ لا جامد عمي كليتها هي اصلا باقا مدفونه. رضا رضا كليتيها ذقتيها زوينه بزاف. هي واحد الخبزه معمره باللحم وبحويجات كثيره بالبصله، وكتكون يعني طيبه في 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 في, في الجمر، مدفونه في الجمر. هادشي علاش تسمات بالمدفونه، فضروري تذوقوها الا مشيتو. مريم بان ليا عمري كليتها. السفر الجاي انا كعرف السفر مردومه. هذيك معروفه من خصني الله المنطقه تستحق الزياره. من منطقه جميله بزاف وماشي بعيد على الريصاني. كاين واحد كاينين الخطارات، الخطارات كاينين في مراكش واحد النظام ديال السقي، وكاينين حتى في النواحي ديال الريصاني. هو واحد الطريقه اللي تقليديه كانوا كيجبدوا بها الماء من الجبل، يعني كيحفروا وكل قبيله عندها خطاره ديالها. واحد المنظر زوين يعني كيبان لك بحال البيار بزاف. واحد التنظيم ديال دايزا، وداك الشيء كان كياخذ واحد العدد ديال السنين باش يصيبوا هذوك الخطارات بقوه الرجال وبالفاس. واللي جميله هشام في هذه المناطق هذو اللي قلتي من ابتداء من اوفوس ارفود الرشيديه الريصاني، الناس الله يعمرها صح بزاف. وتحيه كبيره لهذوك الناس، تحيه كبيره لهم.
عمرها دار بزاف. شكر شكر راسو داز من هنا دابا. شكر في ولاد بلادو دابا. لا بصح صح الناس ديال المنطقه الله يعمرها. بتي بان ولا ما عرفت شنو قال. فعلا لا فعلا الناس ناس تيتميزوا بواحد الجود والكرم ويعني. عرفتي هشام اللي خلاني نقول هذا الشيء؟ واحد المره كان عندنا واحد الفيستيفال ديال المسرح واقيلا اون 2010 واقيلا. وكنا دايزين واحد البلاصه كاين فيها حانوت. جا واحد السيد حط بزاف ديال الزيتون. شي بزاف ديال الفرماج الخبز شي لعيبات ومسدود المحل وانا نقول لواحد الولد قلت له قال لي لا ما يقرب ليه حتى واحد راه محطوط القاسد باش غادي يجي حل يهز داك الشيء وياخذه صافي على الامان تام بزاف وانت تاخذه زويتينا ما كنتش يلا من الرساني هذه المره غنمشيو على بعد حوالي 32 كيلومتر من فيكي كتواجد واحد ايش المعروفه بقصر ايش واللي كتميز بكونها المنطقه الاولى في المغرب اللي كتشرق وكتغرب منها الشمس. السؤال كيقول في اي قرن تاسس القصر ديال ايش قصر ايش؟ واش في القرن السابع القرن التاسع القرن 13 ولا القرن 18؟ 3 2 1 ينطلق العداد. كيفاش كتشرق وكتغرب منها الشمس؟ ما فهمتش. لانها ابعد نقطه في الشرق ديال المغرب يعني هي الاولى اللي كتشرق فيها وتغرب فيها. هادشي علاش اقصى نقطه في شرق المملكه. تدخل فشي حوايج انت زعما لي زاندي شنو اي قرن اساسا قصر ايش ما قديماش بزاف باش ديدا انتهى الوقت انتهى الوقت يلا نشوف نشوف نشوفوا يقدر يكون الحظ حليفكم ايش غسان غسان وقيله ما جاوبش في الوقت منيا وهيدا لا جاوبتي غسان ايا جاوبتها ها كحلنا وبينا غسان جواب خطا مريم جواب خطا رجاء الجواب خطا هيثم رضا أومونيا برافو عليكم جواب الجواب صحيح هو القرن 13 علاش اعتمدتوا في الجواب واش غير ضربه حد ولا غير جديد انا درت عمليه حسابيه وعطاتني ما تقولش ما تقولش قالت مقديم ما جديد الوغ مشينا في الوسط الوسط راه فيه 9 ولكن المهم تقريبا 7 بين وبين قصر ايش في اقليم فيكي كيف ما قال هشام هو اقصى نقطه في شرق المملكه مبني يعني في القرن 13 بتقنيه ديال التراب المدكوك وسط واحه ديال ايش الغنيه بالاشجار ديال النخيل وديال الزيتون كان عنده دور مهم في المقاومه ديال الهجمات الاستعماريه وانخراط السكان ديالو في اغلب الحروب اللي نشبات بالمنطقه قبل وبعد الاستقلال. اليوم كيتعتبر محطه مميزه لقضاء اليوم وسط حدائق النخيل من طبيعه الحال مع السكان الناس ديال المنطقه اللي حتى هما الله يعمرها دار غسان راه برزطاتو ديك كتشرق منه وتغرق تخرب اسمعي جوج وما جوجان بقيتي خدام ونسيتي الجواب تقول لي واحد الحاجه غنبغي نقول شكرا كبيره لفريق الاعداد اللي كيصاوب لي زيكستري هاد لي فيديو اللي كنشوفو نحيوهم من طبيعه الحال نحيو الفريق كامل عرفتوا كيفاش كيشد ديتاي ديال الديتاي يا خصك غير تركز في الصور وتلقى الجواب بعد مرات بعد مرات يلا غادي نمشيو للسؤال عطيت البال واحد القضيه في الاردن عندهم وادي رام فهمتي كيخدموا عليها وكيهضروا عليها بزاف على داك الستيل ديالها وداك الشيء لقيت في الجغرافيا ديال وادي رام عندنا في شي ثلاثه البلايص في المغرب وكثر موجود موجود هادشي كامل باش يقول لكم راه مشى الاردن تبارك الله عليك لا مشيت من غير الاردن زعما شفت زعما هما فاضحين بهذيك البلاصه اللي وحده حنا عندنا بزاف هذا بزاف بحالهم يلا غادي نمشيو للسؤال الموالي بحيره اسلي وتسليت كتعرفوهم فين سمعتوا عليهم عارف الزنقه مسميه بس الزنقه تيسلي وتسليت ياك فين كاينه تسلتو وصاب قال لي حدا ايميل شي الواحد مركز مركز هو بحيره اسلي وتسليت ارتبطوا بحكايه اسطوريه ديال قصه حب بين شاب وشابه من قبائل اي تحديد دو في ايميل شيل قصه جميله وقصه زوينه بزاف عجبتك غسان انا عاود لك من بعد وهذا الشيء خلاهم يكونوا يعني بحيرة إسلي وتسليت خلاهم يكونوا محط اهتمام الباحثين اللي صنفوا بحيرة إسلي كأعمق بحيرة في المغرب. السؤال كيقول شحال كيبلغ العمق ديال بحيرة إسلي؟ واش 37 متر 95 متر 105 متر ولا 120 متر؟ 3 2 1 ينطلق العداد. وهي اعمق اعمق ولكن راه ما فايتاش المية ايوا يلا هي ما فايتاش حتى 95
انتهى العداد ترسي 95 هيثم اخويا غرقتي شويه قلت لي ما فايتاش ال 100 ويدير 105 ما سمعنيش جاوب قبل كنظن جواب خطا عند هيثم مفتاح والجواب صحيح عند غسان منيا رجاء رضا ومريم برافو عليكم والجواب صحيح هو 95 متر من طبيعة الحال الأسطورة كتقول بأن بحيرة إسلي وتسليت نجوا بسبب الدموع ديال جوج ديال الأشخاص يعني كانوا من قبائل مختلفة وما كانتش متفاهمة اللي بغاو بعضياتهم ولكن العائلات ديالهم والقبائل ديالهم رفضوا الزواج ديالهم فمتحابين للعشق ديالهم كان ممنوع جدا البحيرة ديال إسلي بعيدة على إيم الشيل ب 9 كيلومتر وسط تلال صخرية وردية اللون والمياه ديالها شديدة الملوحة باش تكملوا الزيارة البحيرة تسليت بعيدة عليها بحوالي 20 كيلومتر على ارتفاع 2200 متر من مستوى سطح البحر وكتميز باللون ديالها الزرق والغطاء النباتي اللي ضير بها من طبيعة الحال وتكلمنا قبيلة على إيم الشيل وموسم الخطوبة فإحياء لهذا الأسطورة من طبيعة الحال داك الشيء علاش كيتنظم هذا الموسم الجميل جدا كيف ما كنعرفوا الماء في بلادنا قل هاد زعما السنوات الأخيرة ما عرفتش واش باقي هذا العمق فعلا ولا البحيرات نقصوا اللي مشى فيكم يقول لنا الإخوان هيثم غطسوا وشوف واش 105 تحقق 37 يلا غادي نمشيو للسؤال الموالي هذا اخر سؤال اوكي ايوا سالينا دغيا صراحه ما حسيناش بالوقت وبالاسئله والله اخر سؤال وغادي نشوفوا الترتيب من بعد هذا السؤال هذا لاننا وصلنا لهذه الحلقه يلا هذا السؤال الاخر غادي دينا باش نهضروا على كاب البدوزه شاطئ كيمتد على طول 15 كيلومتر تقريبا وحاز لعده سنوات على علامه اللواء الازرق كاب البدوزه السؤال كيقول في اي منطقه يقع شاطئ البدوزه واش اكادير الاختيار الاول اسفي الاختيار الثاني القنيطره ولا جديده 3-2-1 ينطلق العداد هذا اخر سؤال اكادير اسفي قنيطره ولا جديده اسفي كاب البدوزه بدوزه بعد الوالديه منو نيشان من بعد الوالدين ياك يا رجاء فايت مشيتي ليه صح المصيبه لك الجواب خطا يلا نكتشف انتهى العداد رضا ربحتي كملوا نيشان لكم بعد الوالديه كملوا نيشان وراه برافو عليكم نشوفوا اخر جواب هو اللي كنتسناو اخر جواب الاجوبه كاملين امامي اخر سؤال كان هذا مشاهدينا في برنامج نكتشفوا بلادنا والنجوم كاملين توفقوا باش يعطيونا الجواب برافو عليكم والجواب الصحيح هو اسفي كاب بدوزه في اسفي اسفي هي لا من بعد واش انت طالعه ولا نازله نازله ورا من بعد الوالديه شنو كاين اسفي من لهي انت غاده من جديده من هنا الى رجعتي الى طلعتي اللي غادي تلقاي جديده هي الاولى من دار البيضاء شاطئ بدوزه كتعس في الطريق كديرها الجي بي اس هي وكيخليك تخليه يمشي بها شاطئ بدوزه كيتميز بروعه الرمال ديالو الشيء اللي كيخليه وجهه سياحيه للمصطفين المغاربه والاجانب ايضا كاب بدوزه معروف ايضا بمناره كاب كانتان اللي تبنات سنة 1926 هو سبوت ولا مكان مخصص للصيد بالقصبة معروف يعني عند الناس ديال المنطقة وعلى طول الساحل بين البدوزة والوالدية كاين شواطئ أخرى بحال سيدي كرام الضيف شاطئ سيدي ششكال شكرا لك ابتسام على هذه المعلومات كاملة مشاهدينا وصلنا النهاية ديال الحلقة كيف ما قلت كان هذا آخر سؤال اكتشفنا بزاف ديال البلايص والنجوم ديالنا تبارك الله عليهم كل واحد ودنا البلاصة كيف ما جرت العادة غادي نمشيو نشوفوا الترتيب اللي طرا فيه تغيير والمرتبة الأولى من نصيب رضا العلاوي ب 15 نقطة المرتبة الثانية منيا الكيمل وغسان ب 14 نقطة منيا اللي السرعة النهائية كتلتحق بالمرتبة الثانية المرتبة الثالثة مريم القدميري وهيثم مفتاح برافو عليكم ورجاء لطيفين المرتبة الرابعة بعشرة ديال النقط الجميل في الأمر هو أنه كانوا 20 سؤال كل شيء عنده المعدل تماما برافو عليك رجاء برافو عليكم كاملين ناجحة دايزة تبارك الله عليكم شكرا لكم بزاف الوقت داز دغيا وشكرا على هذا الروح اللي عطيتونا من خلالكم اكتشفنا المغرب وتسارينا
فدري شكرا لك ابتسام. شكرا لك هشام. شكرا للنجوم اللي كانوا حاضرين معنا. نتمنوا انكم تكونوا قضيتوا وقيته زوينه معنا صراحه. بزاف استفدنا حيت بحال قلتي انا كنت محبوس ما بين رباط وكازا جديده فهمتي كاع وتزم شويه وتزم دابا عرفت بالله كاينين بزاف ديال البلايص اللي خاصنا نشوفهم والمغرب تري غيش. مونيا كاين شي بلاصه اللي شفتي اليوم قررتي انك تمشي لها ان شاء الله قريب؟ نكونوا صراحه باغابوغ المره الجايه اللي جيت في الحلقه الاولى ديك المره المناطق اغلبهم عرفتهم. هنا بزاف غير كنحاول ندير الربط ما عرفتهمش كيخليك تحشم كمغربي انك ما عارفش هاد التفاصيل. ولكن معليش مازال الحياه مستمره ومازال الواحد يقدر يكتشف. كاين غلاء معيشي صحيح ما كيشجعكش على السياحه الداخليه ولكن راه كتفتخر ان بلادك فيها هادشي والله. هيثم كيف ما قالت مونيا طبعا اكتشفت مناطق اللي ما كنتش كنعرفهم كيف ما قلت لك دوك الجغرافيه اللي عندنا سورتو في الشرق اكتشفتها من خلال هذه الحلقه وبغيت نمشي من فاس لوجده في هذاك القطار ديال وندير هذيك ديال هذاك القطار من وجده لبوعده يعني تطلع لوجده ومن تما تهبط ان شاء الله. مريم فين غتمشي؟ انا ما كنتش صراحه نزور فيكيك وديك المناطق بغيت ناكل بغيت ناكل داك الشيء بغيت ناكل ريساني انت تعطي الجنوب اوكي ورضا بحكم انني انا هو الفائز ديال هذه الحلقه فغنسير المغرب كله. الحاجه الوحيده اللي غادي نديرها وفي اقرب وقت ان شاء الله هو غادي ناخذ هذاك لو تران اللي شفت قبيله حيت راه ما يمكنش راه جنه في الارض بيان سور جنه في الارض اللي غنديرها وغندي معايا غسان ان شاء الله. الله يكبر. لا هي احسن حاجه الواحد يدير هذاك السفر هذيك الرحله مع ان جروب يعني اما ديال الاصدقاء ولا مع العائله ولا الاسره الصغيره. لا والله يدير غسان. المهم بغاو يمشيو تيت ا تيت مزيان حتى هذا هذا كاملين على حساب هشام اوكي ورجاء ما عطاتناش الوجهه الجايه ان شاء الله فين تشهيتي تمشي؟ انايا الحاجه اللي استفدت منها بزاف هي ان بلادنا غنيه بزاف وللاسف ما كنستافدوش منها حنا بزاف كيستافدوا منها الاجانب بزاف 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 وبلادنا تستحق انها زعما تشاف. انا كنفضل ان الانسان عوض يخوي بلاده ويكتشف بلدان اخرين في اوروبا يكتشف بعدا بلاده ويسالي بعدا المناطق الرائعه اللي بزاف اللي دابا شي بلايص اللي بانوا هنا كيجيو من الاخرين هز عليهم هاد الفلسفه طبعا طبعا انا متفقه معك رجاء هو غير واحد المساله مونيا تكلمتي على غلاء المعيشه هي بصح نيت يعني الفتره صعيبه شي شويه على الجميع الله يكون في العوان غير نديروا في بالنا بانه الا خرجنا على لي سيركوي كلاسيك على المدن الكبيره راه بزاف ديال المناطق صغيره زوينه واللي اكتشفنا اليوم مثلا فيها ما يتشاف فيها ما يدار والاثمنه كتبقى في المتناول بالمقارنه مع مدن كبيره بحال اللي معروفه. وكاين ابتسام واحد الشكل ديال السياحه واحد اخر اللي كتمشي عند لابيتون عند الناس اللي صح. عايشين واحد البساطه كبيره تيتقاسموها معاك وزعما الماده اخر حاجه عندهم زعما حتى الواحد الا سافر من الاحسن يولي يفيق بكري باش يكتشف بزاف ويشوف بزاف. كنولي تحليل قبل ما يطيح رضا هادشي لا طاح الليل ما كيشوف والو. شكرا لكم بزاف وعلى روحكم المريحه وشكرا للجمهور اللي كان حاضر معنا ايضا. مشاهدينا شكرا لكم وصلنا لنهايه ديال الحلقه نتمنوا اننا نكونوا ديناكم معنا فوجتوا معنا شويه ولو انه من خلال الشاشه اللي قدامكم. نتمنوا اننا ان شاء الله نتلاقاو في حلقه واحده اخرى ونتساراو في حلقه واحده اخرى ان شاء الله ديال البرنامج نكتشفوا بلادنا. شكرا لك ابتسام. شكرا لك هشام. السلام عليكم. السلام عليكم.